قدره الذكر على اداره علاقه عاطفيه جنسيه ممتده بتعتمد على قدرته على اداره شهوته. الذكر ما يقدرش يدير شهوته مش هيقدر يدير علاقه عاطفيه جنسيه ممتده، وبالتالي الانثى ما بتقدرش تشبع في علاقه عاطفيه جنسيه سريعه. الانثى بتعيش الخضوع لما بتشوف الراجل عظيم، بتعيش الخضوع وبتعيش الدفء. الانثى بتبقى لها رغبه واستعداد للحميميه والجماع من قبل اوضه النوم بمده. الانثى مشاعرها باديه من بدري، يعني بيقول لك بالمداعبه، من قبل المداعبه، وان هي مش شايفاه اصلا راجل لو قاعد يداعب فيها للصبح مش هتتحرك اصلا. ما بيقول لك القس عايز الراجل يداعب الانثى، لا، عايز ان الانثى تشوف الراجل راجل، وده بيحصل قبل المداعبه بكتير. الذكر مهم جدا انه يبقى راجل له اراده وسيطره على نفسه وإرادة ورأيه وتوجيه في كل حاجة بتحصل في بيته، فهي الحال ده بيخليها تشوف عامل ازاي كبير. يعني ايه راجل ضعيف؟ ان انا شفت انثى جميلة براقة امورة حلوة، ايه ده؟ دي تاوس، دي تجنن، امورة جدا، ومش قادر اتحكم في نفسي وفي مشاعري ناحيتها. هقدر اقيم معاها علاقة جنسية؟ مجرد ما هخش في المود ان في علاقة جنسية ممكن يحصل، اوتوماتيك هيحصل قذف. ومع الذكر لما بيحصل قذف، هناخد الكلام ده بالتفصيل، مجرد ما حصل عنده قذف المشاعر والجنسيه انتهت تماما وخلص الموضوع، مفيش انتصاب، مفيش اي حاجه خالص. يعني الذكر بيقعدوا كام دقيقه كده يعني حقيقه جنسيا نيوترال، ما بيشعرش باي مشاعر جنسيه اصلا بعد القذف. ودي من الحاجات اللي بتجنن الانثى، انها فاكره من دقائق كان بيموت فيها، وبعد كده دلوقتي مش حاسس نهايتها باي حاجه نهائي، مفيش اي احساس. الذكر الضعيف ما بيقدرش يدير نفسه، وبالتالي ما يقدرش يدير مشاعره تجاه الانثى اللي بيحبها او اللي هو بيقرب منها، وبالتالي بيحصل خصف وبتنتهي العلاقه الجنسيه. فمهم جدا ان الذكر يتدرب ان يكون ارادته اقوى من شهوته. يعني الذكر ما يقدرش يقاوم الاكل، اداؤه جنسي ضعيف. ليه؟ لان شهوته اقوى منه، وبالتالي لما بيبقى في حاله شهوه تجاه الانثى هيحصل خصف على طول. المقابله انا مع الاكل، صح؟ زي نفس الفكره. قوه الذكر وقدرته على اداره العلاقه العاطفيه الجنسيه مع الانثى معتمده تماما على قدرته على اداره شهوته واحتياجه. الذكر اللي هو ضعيف جدا قدام شهوته ما يقدرش يكون هذا الذكر الجبل القوي اللي الانثى تشوفه بيه، وبالتالي مش هيقدر يوصل لعلاقه ممتده قويه معاها، وبالتالي هي مش هتعرف تنبسط اساسا معاه الا بعلاقه ممتده هو عايز يسعدها فيها. فاهمين السايكل ماشيه ازاي؟ وبالتالي عمره ما هيشوف متعه معاها، وبالتالي هي عمرها ما هتدوق نشوه ولا راحه معاها اصلا، وممكن تعيش معاها 30 40 سنه وعمرها ما وصلت لنشوه اصلا. وده حال معظم الستات المتزوجات. الذكور حولوا الانثى الى متعه جنسيه، ده اللي مودي الذكور في العصر الحالي في 60 داهيه، لان الانثى ما بتبقى متعه جنسيه للذكر بتطلع روح امه، لان هي ما بتحبش تبقى متعه جنسيه للذكر. احساسها انها متعه جنسيه للذكر ده احساس بيطفيها اصلا، ما بيخليهاش تنور. ايه اللي بيخلي الانثى تنور؟ الشعور اللي بيخلي الذكر ذكر. ايه هو بقى الشعور اللي بيخلي الذكر ذكر؟ ان هو بيحبها وبيخاف عليها، هو اللي عايز يمتعها وعايز يشبعها هي جنسيا، فهو بيبذل جهد كبير عاطفي جنسي جسدي علشان يريح ويشبع هذه الانثى، ولا عشان هو ينبسط؟ عشان يريحها ويشبعها. الحته خطيره جدا ان الذكور اللي بيعملوا كده بنجاح بيعيشوا اشباع جنسي اعلى بكتير جدا من الذكور اللي عايزين ينبسطوا بالانثى. فالانثى عايزه من الراجل اساسا رجوله، مش بس اداء في السرير. الذكر بيعيش اللحظات دي بسهوله جدا، بيعلى فوق جدا ويعديها كمان لو بالقياس، وينزل بسرعه في تعبيره الجنسي ومشاعره الجنسيه. لكن هي مش كده. مهم جدا ان الذكر، علشان الانثى بطيئه جدا في طلوعها الكيرف بتاع النشوه بتاعها، ده من قبل اوضه النوم بايام باسابيع تطلع وبتنزل ببطء شديد. مهم جدا ان الذكر يبقى عنده قدره عاليه جدا على اداره شهوته، لان هو شهوته لحظيه، ما ينفعش بالنسبه لها دي هتبقى حقنه مش علاقه جنسيه. فمهم جدا ان الذكر يعرف يدير مشاعره ويدير رغبته الجنسيه تجاهها، بحيث يقدر يقعد معاها اطول فترات ممكن، بحيث ان العلاقه تبقى ممتده، ويبقى العلاقه الجنسيه ممكن تقعد ساعات. وبعد العلاقه الجنسيه يبقى عنده الاداره بتاعته لذاته، انه يقدر يشبعها عاطفيا مش جنسيا بقى، او انه ممكن يشبعها جنسيا تاني وتالت ورابع. لان الانثى مش زي الذكر، الذكر لما بيقذف بتنتهي القصه معاه، بيطلع فوق وبينزل تحت. بس الذكر القوي ممكن تاني يستعيد نفسه تاني ويطلع فوق تاني. خدوا بالكم قوه الانثى في العلاقه الجنسيه خطيره جدا. الانثى ممكن توصل
للنشوه 3 4 5 6 7 مرات، مش زي الذكر ما بتنزلش، تفضل فوق وممكن تنزل بس ممكن تفضل فوق كتير. تفضل فوق كتير امتى؟ كل ما كان هو راجل. البنت رهيبه، عشان كده دايما الى حد كبير بعذرها في علاقتها بالراجل، لان هي مبنيه على الراجل تماما، متظبطه عليه سلبا وايجابا. وذلك الراجل لما بيظبط نفسه غالبا الانثى بتظبط. بس انا مش عايزكم تاخدوا الكلمه دي ان الستات يناموا فيها في الخط واظبطوا نفسكم وابقوا صحونا من النوم والنبي الله يبارك. لا، انت مهم ان انت تقومي بدورك كأنثى وتهتمي بأنوثة. الذكر اللي بيقدر يدير شهوته ده ذكر قائد. خدوا بالكم في فرق ما بين ان انا ليا راي وكلمه، وفي فرق ان انا قائد، ودي مهمه جدا 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 للذكر. وللاسف الشديد اظن ان معظم الذكور قد يعدي 90 95% منهم فقدوا هذا الحق. يعني الستات بقوا اكثر قياده من الذكور دلوقتي. يعني ايه ذكر قائد؟ يعني عنده القدره على ايجاد حلول لتفعيل ارادته وتحقيقها على الارض. ما بيسكتش، اللي هو عايزه بيعرف يلاقي حل يحققه. وما اقول اللي هو عايزه مش معناها شهوه، بالعكس ده معناها غير شهوه، معناها مبدا، معناها قاعده، معناها هدف جميل هو عايز يوصل له. عايز يوصل له ليه ولناسه، مش ليه لوحده.